يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المأموم أن يكبر تكبيرات الانتقال خلف إمامه سرا؟ هل يجب على المأموم أن يكبر تكبيرات الانتقال خلف إمامه سرا؟ خلف إمامه سرا؟ نعم، يجب على المأموم تكبيرات الانتقال كما يجب على الإمام، هي واجبة على الجميع تكبيرات الانتقال. تكبيرة الإحرام هذه ركن على حق الجميع، الإمام والمأموم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. هذا عام في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات الانتقال. نعم، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم.